السلام عليكم. اليوم نعود إلى مدينة سيدي عبد الله للوقوف على الأشغال تاع القطب الجامعي تاع المدينة تاع سيدي عبد الله إذن، واللي يعرف حركة تاع يعني تسارع في وتيرة الأشغال، والعلم أن هذا القطب يحتوي على 20,000 مقعد بيداغوجي عند الانتهاء من كل الأشغال، وكذلك فيه مركز إيواء يتسع ل 11,000 سرير، وحسب الصور اللي عندنا هنا نشوفوها تبلغ نسبة الإنجاز تقرب 80 أو 90%. ما بقات إلا بعض الأشغال تاع التهيئة الخارجية، وكذلك بعد الفينيسيون على مستوى التجهيزات الداخلية في إذن البنايات نتاع المركز هذا الجامعي العالمي، للشكل ديالو الهندسي بدا يظهر. يعني نخليكم بدون ما نطول عليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع الذي تم إنجازه من طرف الخلية تاع الإعلام لولاية الجزائر العاصمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.